موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال ابن كثير رحمه الله: هذان مثلان ضربهم الله تعالى لنوعي الكفار، كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا، وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا، وأنزل من السماء ماء فسلت أودية بقدرها. هذا المثل المائي، المثل الناري ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يقول: قد تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته ولله الحمد والمنة. يقول: فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء، فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض عن بعد كأنه بحر طامن، والقيعة جمع قاع، كجار وجيرة، قاع وقيعة، والقاع أيضا واحد القيعان كما يقال جار وجيران، وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة، وفيه يكون السراب، وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. أما الأول فإنما يكون أول النهار يرى كأنه ماء بين السماء والأرض، فإذا رأى السراب من هو محتاج إليه فحسبه ماء فقصده ليشرب منه، فلما انتهى إليه لم يجده شيئا. فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا، فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش إلى أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية، قد قبل إما لعدم الإخلاص أو لعدم سلوك الشرع. رحمك الله. كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال هنا: ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهكذا روي عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد في الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد، ماذا تبغون؟ فيقولون: يا ربنا عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تردون؟ هي مكتوبة ألا ترون، هي ألا تردون. فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فينطلقون فمكتوبة يتهافتون فيها يتساقطون فيها. وأيضا مثل ذلك في النصارى، الحديث تتمته كذلك. يقال: النصارى ماذا كنتم تعبدون؟ يقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقال: ماذا تريدون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا.
يقول ألا تلدون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فتساقطون فيها. نعوذ بالله من النار. يقول هذا المثال مثال لذوي الجهل المركب، فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماتم الأغشام المقلدون، معرفش الطماطم دي معناها ايه، بس معناها انهم ما المغلوبون على عقولهم، الأغشام المقلدون لأئمة الكفر، الصم البكم الذين لا يعقلون، فمثلهم كما قال تعالى أو كظلمات في بحر اللجي، قال قتادة هو العميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام. فهذا مثل قلب الكافر الجاهل، الجاهل البسيط، يعني جاهل ويعلم أنه جاهل، مش البسيط من حاجة بسيطة، لكن البسيط بمعنى غير المركب، عكس المركب الذي يجهل ويجهل أنه يجهل. أما جاهل يعلم أنه جاهل وأنا ما أعرفش أنا مقلد. المقلد الذي لا يعرف أين يذهب ولا هو يعرف حال من يقوده، بل كما يقال في المثل للجاهل أين تذهب قال معهم، قيل فإلى أين يذهبون قال لا أدري. وعامة الناس كذلك، أنا ماشي معهم رأيهم فيه ما أعرفش. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، يعني بذلك الغشاوة التي على القلب، الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر، وهي كقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، وكقوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال أبي بن كعب في قوله ظلمات بعضها فوق بعض، فهو يتقلب في خمسة من الظلم، كلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة، ويصير يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار. وقال السدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضا. وقوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهديه الله فهو هالك جاهل حائر بائر كافر، كما قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له. وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين يهدي الله لنوره من يشاء، فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وأن يعظم لنا نورا. قل هذا واستغفر الله العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.